أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان، متتبعي صحراء المغربية لهذا الأسبوع. من أمام اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، العديد من الدول ترحب بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. بطرفايا كسمار أو دار البحر، بعد 140 سنة من تعاقب الحضارات والثقافات، يتم تقييدها ضمن الآثار الوطنية حماية للإرث الثقافي وصيانة للأجيال القادمة. وبالعيون والطنطان نستعرض صورا جوية للعيد، وتحديدا صلاة العيد. أهلا بالجميع. جددت العديد من الدول من نيويورك تأكيد دعمها لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال الدورة العادية للجنة 24 أبرزت هذه الدول من خلال سفرائها لدى الأمم المتحدة أنها تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 تشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية وجاداً للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. مزيد من التفاصيل معك الزميلة إيمان الهلالي. دعم قوي للسيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية ولمخطط الحكم الذاتي أعربت عنه العديد من الدول خلال أشغال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة والمنعقدة بنيويورك. كان أحدثها جمهورية غواتيمالا التي أبرزت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كارلا ماريا رودريغيز مانسيا أن بلادها تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية وجاداً للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. وقبلها جددت بوروندي أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته، مرحبة بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. بدورها أبرزت بابوا غينيا الجديدة دينامية الدعم الدولي الكبير لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة من نيويورك أن أكثر من 100 دولة تدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره أساساً ذا مصداقية وقائماً على التوافق من أجل التوصل إلى حل سلمي وموثوق لهذا النزاع المفتعل. وعلى خطى الدول السابقة الذكر، أشار الممثل الدائم للبنين لدى الأمم المتحدة السفير مارك هيرمان أرابا إلى أن قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ 2007 تصف مخطط الحكم الذاتي بالمصداقية والجدية، مبرزاً انخراط البلدان الشريكة والصديقة لا سيما الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية التي فتحت قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة. فيما أشار سفير الكوت ديفوار في الأمم المتحدة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المعتمدة منذ 2007، مبرزاً تشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. ومعي الآن من إشبيلية سيد محمد الإمام العينين، القنصل الفخري لجمهورية كوت ديفوار. أهلا بك سيد محمد الإمام. أهلا بك سيدتي. إذن الكوت ديفوار ممثلة في سفيرها الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة جددت دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بالحل القائم على التوافق من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي. ما المقصود بالحل القائم على التوافق؟ كما تعلمين سيدتي، عن جمهورية الكوت ديفوار منذ بداية هذا
الصراع الإقليمي في سبعينيات القرن الماضي، ظلت دائما وفية لدعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية الصحراء بصفة خاصة والسيادة عليها، ولم يثبت ولم تربط أبدا أي نوع من العلاقات مع جبهة البوليزاريو. وفي هذا الإطار أكدوا موقفهم وأعرب الممثل الدائم لجمهورية كوت ديفوار بالأمم المتحدة أمام اللجنة 24 للأمم المتحدة عن دعمه الكامل، دعم بلاده الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصف هذه المبادرة بالحل القائم على التوافق كمبادرة الحكم الذاتي في تكلمون موسعة الصحراء المغربية، فهي ببساطة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتوافق كذلك مع جميع قرارات المجلس الأمن والجمعية العامة المعتمدة منذ أنا ما أظن منذ 2007. بالنسبة لدولة كوت ديفوار كما تعلمين هي التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية الأولى التي افتتحت في الجنوب الصحراء المغربية وبالضبط في مدينة العيون. وافتتاح هذه القنصلية نتيجة علاقات قوية وعلاقات تاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار اللي تمتد منذ 1962 على ما أظن. وهمت طبعا كثير من جوانب، جانب همت أكيد الجانب الدبلوماسي، وبلغت الأوج ديالها أفضل الحكم صاحب الجلالة محمد الثالث نصره الله. علاقة شملت الكثير من توقيع الكثير من الاتفاقيات العديد من المجالات، نتكلم على البنية التحتية في مجالات السكن الاجتماعي، الصيد البحري، الزراعة، التعدين، السياحة، التمويل، الأمن، الشؤون الإسلامية، الكثير والكثير. فقوة هذه العلاقة جعلت الجالية الإيفوارية بين أهم أكبر الجاليات بالمغرب بصفة عامة. وبالنسبة للعيون تعتبر الجالية الثانية من ناحية العدد، يعني جالية عدد ماشي بسيط في مدينة العيون. يعني افتتاح هذه القنصلية أكيد نتيجة العلاقات القوية، ولكن كانت فعلا مولحة للتواصل مع هذه الجالية بالجانب الاجتماعي وبالجانب الإداري وفتح أيضا استثمارات طبعا من جانب نعم. كرجل أعمال وأنت ابن المنطقة وواحد من أبناء الأقاليم الجنوبية، كرجل أعمال أيضا تنقلون هذه الاستثمارات ما بين الكوت ديفوار وما بين ساكنة الأقاليم واللي يروا هذه الفرص، فرص الاستثمار في الصحراء المغربية. أكيد على أنها تقوي من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين المغرب بصفة عامة، وخصوصا بين العيون والداخلة ودولة الكوت ديفوار، لأن عادة نحاول نوفر الكثير من المعلومات بفرص الاستثمار كوت ديفوار وأنواع التجارة اللي ممكن استيرادها. وحقا لقينا على أن كاين إقبال كبير على عند رجل أعمال مستثمر من الجنوب بصفة عامة، بحكم تسهيل كثير من المعاملات التجارية بين الدولتين، وبحكم المسافة القرب، يعني المسافة تلعب دور كبير. مؤخرا قاموا زيارة لمدينة العيون مجموعة من رجال أعمال إيفواريين، وكانوا حقا متحمسين للاستثمار، وذلك نشتغلوا على زيارة مجموعة من رجال أعمال مدينة العيون ومدينة الداخل إن شاء الله، مدينة أبيجان في دولة الكوت ديفوار حولنا. تمام. طيب نحن اليوم نتحدث إذا ما أردنا أن نعطي تفصيلا لهذا الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، نتحدث عن أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة، نتحدث أيضا عن أكثر من 30 قنصلية افتتحت في الصحراء. كل هذه الدينامية دليل على صدقية وجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، والذي يقوم كما تعلمون على نقل صلاحيات هامة ومتعددة في الأساس لساكنة الصحراء المغربية، وحضرتك واحد من أبناء هذه الصحراء. أريدك أن تطلع المشاهدين اليوم كيف تمارس كأحد أبناء هذه الأقاليم وتعيش هذه الصلاحيات. أمين. تكلموا على الأريحية والفرص المتاحة لنا كشباب صحراويين في جنوب المغرب، ومنين نقارنها فرص ربما في دول كاع أخرى ماشي كاع مدن أخرى، كاين فرق كبير. والدليل على أن كثير من المستثمرين الأجانب منين يجوا لمدينة العيون مدينة الداخلة ينبهروا بهذه الفرص اللي كاينين، والتسيير المحكم والبنية التحتية
وتشجيع الشباب فما للاستثمار. قبل تنشوفوا التشجيع لا من جانب السلطات من جميع الادارات من جميع الوزارات، كاين تشجيع كبير للشباب الصحراوي للاستثمار والانتاج والخلق مقاولات. نقدر نقول لك على ان يوميا تنشوف شباب على افكار جديده واستثمار جديد وتلقاو اداره واقفه معهم وجميع حق المساعدات اللي يقدر يتوصل بها الشباب اللي بسطوا اللي تبسط لهم انطلاق مشاريعهم بأريحية. سيد محمد الإمام العينين القنصل الفخري لجمهورية كوت ديفوار، كنت معنا من إشبيلية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مؤخرا تم تقييد الموقع التاريخي دار البحر كسمار بإقليم طرفاية في عداد الآثار الوطنية بهدف تثمين هذه المعلمة التاريخية والحفاظ عليها. وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالعيون الساقية الحمراء بأن هذا الإجراء يأتي في سياق مواصلة الجهود التي تبذلها المنظومة المحلية والمصالح المركزية لوزارة الثقافة والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة من أجل تعزيز الحماية القانونية للمواقع الأثرية والمباني التاريخية. مزيد من التفاصيل عن هذه المعلمة التاريخية معك الزميل نعمة ماء العينين ونوفل المشدوبي. دار البحر أو كسمر بإقليم طرفاية ضمن الآثار الوطنية، ويأتي قرار تقييد هذه المعلمة التاريخية ليعزز الجهود الوطنية لحماية المعالم التاريخية في مختلف ربوع المملكة. هذا القرار يمنع أي تغييرات في الشكل العام لهذه المعلمة دون إخطار مسبق لقطاع الثقافة، مما يضمن الحفاظ على أصالتها. في إطار الجهود المبذولة من طرف المنظومة المحلية تحت إشراف السيد العام والمصالح المركزية لوزارة الثقافة والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة العيون، وفي إطار الحماية القانونية للمواقع الأثرية والبناية التاريخية، الحمد لله تم تقييد الموقع التاريخي لدار البحر أو كسامار في عداد الآثار الوطنية، وهذا التقييد سيساهم في إنعاش وتطوير السياحة الثقافية بالإقليم وكذلك بالجهة. قرار التقييد يشكل نقلة نوعية في جهود الحفاظ على التراث الوطني، ويندرج في سياق الجهود المبذولة من الجهات المعنية لتعزيز الحماية القانونية للمواقع الأثرية والمباني التاريخية. وهذه الخطوة التقييد كسمار كتراث وطني بطبيعة الحال اللي يعود عندها انعكاسات جد إيجابية لا على مستوى رغبات الساكنة ولا على مستوى اهتمامات المثقفين ولا على مستوى كذلك الاقتصادي لاحقا والثقافي، خاصة إذا ما علمنا أن المدينة الطرفاية وإقليم طرفاية مقبل على ثورة اقتصادية طموحة. السكان المحليون ونشطاء المجتمع المدني في طرفاية رحبوا بهذا القرار الذي طال انتظاره، معتبرين إياه بداية لتحسين وضعية دار البحر أو كسمار وإعادة إشعاعها. تلقينا هذا الخبر بسرور أنه تم تقييد هذه المعلمة التاريخية، ولكن يجب الاستثمار في خطوات يعني ترميم، لأن هذه المعلمة التاريخية قد تنهار في أي لحظة، والمهم بالنسبة لنا هو التعجيل في ترميم هذه المعلمة التاريخية لأنها ستلعب دوائر يعني كبيرة على مستوى السياحي وكذلك على مستوى اقتصادي في المنطقة. دار البحر أو كسمار التي أنشأها التاجر والرحالة والمهندس الإنجليزي دونالد ماكنزي عام 1882 تعد نقطة محورية في تاريخ المبادلة التجارية في المنطقة، ويشهد هذا المعلم التاريخي على حقب مختلفة من تاريخ كبخو بطرفاية، كما يعكس تاريخا عريقا يعزز من التراث المادي وغير المادي للمغرب. كسمار أو دار البحر عمرها أكثر من قرن وأربعة عقود، ومنذ مدة ليست باليسيرة ظلت تحتضر وتكافح الأمواج ودوائر الزمن، إلا أنه بعد تقييدها ينتظر السكان
تسجيلها وترميمها علها تصبح نقطة جذب أساسية في المنطقة لتلعب أدوارا سياحية وثقافية. النعمة العينين، نوفل المجدوبي، ميديا أن تي في، طرفاية. ومعي من العيون السيد سيدي حمودي فيلالي المدير الجهوي للثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء بالنيابة. أهلا ومرحبا بك. هذا عياش، تحية طيبة، شكرا لك ولمتابعي قناة ميديا أن تي في، ونشكركم على المواكبة للتنمية بالأقاليم الجنوبية. إذا كسمار أو دار البحر لطالما عرفتها أجيال طرفاية كتراث وحصن يميز المدينة وأحد معالمها التاريخية، واليوم يتحقق مطلب الكثير من الفعاليات التي نادت بضرورة صيانة هذا الموروث واستثماره. ما هو السياق التاريخي لنشأة دار البحر أو كسمار؟ من باب الإنصاف أستاذ عياش، طرفاية عموما كانت تشكل عبر التاريخ ثغرا ضد الاستعمار وضد الأطماع الأجنبية التي تنامت خصوصا من منتصف القرن التاسع عشر من خلال مجموعة من الحملات التي قام بها سواء البرتغاليين أو الإسبان أو الإنجليز أو الفرنسيين، والتي شكلت أيضا تلاحم ما بين الملوك العلويين خصوصا في حقبة السلطان مولاي الحسن الأول، فتم بذلك ضحك العديد من الأطماع. ربما ارتبط الطرفاية بمجموعة من الأسماء مثل ميناء فيكتوريا الذي كان هو الاسم الأصلي لدار البحر كسمار، حيث أنشأه دونالد ماكنزي سنة 1879 واستمر على ذلك إلى غاية 1882 وجوبها بمقاومة شرسة من طرف قبائل الجنوب، مما اضطره إلى وضع مدافع لأن البناء من طبقين بها 8 غرف في الأعلى و 8 غرف في الأسفل. كذلك من خلال المقاومة ومن خلال رفض السلطان الحسن الأول للتوغل والاتفاق على المعاهدة البريطانية والتوغل البريطاني داخل الجنوب، وقام عليها بحركة إلى سوس، وتم دعم المقاومة لحين استجرها سنة 1895 وأصبحت في بناء على المعاهدة البريطانية ضمن التراب المغربي، حيث نصت المعاهدة البريطانية مع المغرب على أن ما جنوب قرمي مادنون كله أراضي مغربية بحتة، وبقيت كسمار على ذلك إلى حين الاستعمار الإسباني وهو الذي أطلق عليها بناية كسمار، وتم استرجاع الإقليم كما نعلم سنة 1952 بوصول ولي العهد آنذاك جلالة الملك مقبول الحسن الثاني إلى إقليم طرفاية واسترجاع الإقليم. بطبيعة الحال طرفاية تشكل حمولة تاريخية كبيرة جدا على اعتبار أنها مدينة ترتبط بمجموعة من الأحداث التاريخية المهمة للمقاومة وللوطن. تمام. طبعا هذه السردية التاريخية بيّنت بالملموس والواضح أهمية منطقة طرفاية كمنطقة لها نضال كبير في من أجل عودة باقي أقاليم أو باقي المناطق إلى حضرة الوطن، لكن أيضا للحصن كسمار قيمة تاريخية ودلالة تاريخية، ولطالما سكان المدينة وكل فعالياته تنادي بضرورة تقييده ضمن الأثار الوطنية. ماذا يعني اليوم هذا التقييد؟ طيب أستاذتي، بالنسبة لمعلمة كسمار، تقييد كسمار أو المنظومة حقيقة مرة لمجهودات المنظومة المحلية بسلطات محلية ومجالس وجمعيات المجتمع المدني والمصالح المركزية لوزارة الثقافة، توج بقرار معالي وزير الثقافة لتلك الأمدين بتقييد هذا الأثر. هذا يعني على أننا نمشي في إطار استراتيجية التي انتهجتها وزارة الثقافة، خصوصا النقلة النوعية التي عرفها الميدان الثقافي والتنمية الثقافية بالأقاليم الجنوبية بعد توقيع الاتفاقية بين صاحب الجلالة سنة 2015 المتعلقة بالمكون الثقافي، والتي ساهمت في بلورة استراتيجية جديدة من أجل العناية بالتراث الثقافي من خلال مجموعة من الأهداف التي تعتمد أساسا على التعريف والتعرف، يعني جر جميع المواقع الأثرية، ثم الحماية والصيانة يعني إرسال الحماية القانونية والدخول في
في مرحلة الصيانة، بمعنى ذلك الترميم إلى آخره، ثم التثمين والترويج، يعني إحداث صناعة ثقافية تساهم في الإشعاع الثقافي للإقليم. وبالتالي إذن كسمار ينتظرها الترميم، ينتظرها أيضا ماذا؟ وهذا ما أريد الفهم، ينتظر أيضا الالتقائية في برامج الاستدامة، يعني نسعى إلى برامج مع كافة الشركاء والمنتخبين من أجل إيجاد خطة للاستثمار السياحي والثقافي لهذه المعلمة في إطار اتفاقيات شراكة مع المجالس وفي إطار مخططات التنمية الجهوية والإقليمية بالإقليم، ولعلها ستكون فاتحة فم لمجموعة من المشاريع في هذا التوجه، الاستثمار الثقافي والسياحة الثقافية في المجال، خصوصا لأن هناك مؤهلة سياحية كبيرة للإقليم. تمام، طبعا هذا غير خافي على الجميع أن هذه المعلمة توجد جغرافيا لمشاهدينا خارج المملكة، هذه الكسمار توجد جغرافيا على المحيط الأطلسي إذا ما أردنا استشراف المستقبل، خاصة مع المبادرة الملكية الخاصة بالواجهة الأطلسية. أي مستقبل ينتظر ليس فقط المعلمة التاريخية كسمار ولكن طرفاية كإقليم؟ بطبيعة الحال نأخذ معطيين أساسيين، أولا الرؤية التي نادى بها صاحب الجلالة من خلال خطاب عيد المسيرة الأخير، الرؤية الاستراتيجية لتحقيق تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الدولي والإشعاع والتنمية الاقتصادية ونافذة لإفريقيا وأوروبا وأمريكا. بطبيعة الحال قرب إقليم طرفاية من جزر الكناري وفي أفق تنشيط الخط الرابط ما بين جزر الكناري وطرفاية الخط البحري، وكذلك نحن مقبلون أيضا على المونديال عالمي سيكون سنة 2030 والشريك الاستراتيجي أيضا في هذا المونديال هي إسبانيا. إذن أظن على أن الخطة الاستراتيجية لصاحب الجلالة هي خطة واعدة من أجل تنمية اقتصادية واستثمار لهذه المؤهلات، ومع استكمال البرامج التي نشرف عليها لتقييد جميع المآلات التاريخية الموجودة في طرفاية، نحن بصدد إيجاد مدار سياحي وبالتالي صناعة ثقافية وسياحية مؤهلة لجذب استثمارات. أشكرك سيد سيدي حمودي الفلالي، مدير الجهوي للثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء بالنيابة. ولكم المتابعين تحية طيبة. الصور الأخيرة في المجلة تأخذنا إلى كل من العيون والطنطان، فكما هو الحال في مختلف أقاليم المملكة، فالأقاليم الجنوبية هي الأخرى كان الحضور كبيرا في صلاة العيد. مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية تجمع في ساحة المشور الآلاف من لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كما عرفت أيضا باقي المصليات بمدينة العيون توافد أعداد كبيرة من المصلين. وفي مدينة طنطان أدى أيضا الآلاف من المصلين الذين حجوا للمكان من كل أحياء المدينة صلاة عيد الأضحى لأداء هذه الصلاة وسط أجواء روحانية دينية وتنظيم محكم. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من مجلة الصحراء المغربية هذا الأسبوع، ممتنين لكل من تابعها، الشكر لكل الطاقم إعداداً وإخراجاً، في أمان الله.